أطلق وزير الثروة الحيوانية محمد النظيف يوسف أنشطة سباق الجاد دورة 2017 بمدينة مسكورية حاضنة إقليم حجر لميس عباس بكر مصطفى للمرة الثانية. تشجيعا وتحفيزا لأصحاب الخيول بصفة عامة وأهالي مسكورية على وجه الخصوص، جاءت مناسبة الانطلاق الرسمية لسباق الجيادة دورة عام 2017-2018 بهذه المدينة، مما دفع بخروج الجماهير لمشاهدة هذا الحدث الذي بات تقليديا لعدم وجود مضمار حديث. نظمت 5 سلسلة من المسابقات بهذه الأمسية الرياضية، منها ما هو لـ1800 الذي فاز فيها الخيل الحامل رقم 6، والمسابقة الثانية خصصت لمسافة 1500 متر حيث أهرز فيها حصان رقم 15، والمسابقة الثالثة خصصت للجياد القادمة من مدينة أنجمينة قد فاز فيها الخيال إسحاق محمد. وبعد إجراء هذه المسابقات المتنوعة أعرب وزير الثروة الحيوانية عن إعجابه بفنون المسابقة. هذه فرصة، نحن في الثروة الحيوانية، الخيول من ضمن الثروة الحيوانية لا بد من اهتمام بها ومشاطرة الناس بيحبوا الخيل، وده شيء كويس ضمن الرياضة وهي تدخل في اقتصادنا التالي. وعليه فإن تنظيم مثل هذه المسابقات تعطي دفعة قوية وحماس أكثر لأصحاب الخيول.